موجز الأخبار من التنصح، أهلا بكم. قال المتحدث باسم اتحاد ثوار الجفرة صلاح العبادي إن الطيران الموالي لميليشيات الكرامة شن ليلة السبت أكثر من 18 غارة جوية على مواقع مدنية وعسكرية بمنطقة الجفرة. المتحدث أضاف في تصريحات صحفية أن الغارات استهدفت مطار الجفرة ومكتب الجوازات ومكتب الترخيص ومقر كتائب عسكرية لعمليات البنيان المرصوص. وأوضح العبادي أن كتائب الثوار في الجفرة صدت هجوما لميليشيات الكرامة تدعمها مجموعة من المرتزقة على المنطقة صباح السبت واستولت على عدد من مدرعاتها. أظهر اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة البدء في تطبيق خطة أمنية مصرية إماراتية لتغليب ميليشيا مجرم الحرب حفتر كان وافق عليها الرئيس الأمريكي ترامب بتأييد مستشاره السياسي إيريك برينز في السعودية. الخطة تقضي بتوفير قصف جوي ودعم لوجستي ميداني للمجموعات الموالية لمجرم الحرب حفتر من قبل الجيش المصري تمهيدا لدخوله طرابلس قبيل نهاية شهر يونيو المقبل. التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيناوي أمس الجمعة وفدا على اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والتي تتكون من ممثلي 12 دولة منها تونس برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جون كلود كاسكو. نقلت وزارة الخارجية التونسية عن الوزير الكونغولي قوله إنه تطرق في حديثه مع الجيناوي إلى لقاءات أعضاء اللجنة بالفاعلين الرئيسيين في ليبيا. وبدوره قال وزير الشؤون الخارجية التونسي إن اللقاء كان فرصة لاستعراض نتائج زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لطرابلس وطبرق، موضحا بأن تونس ستشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الجزائر ومصر المنتظر عقده في 5 و 6 يونيو الجاري بالجزائر. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، أكد رومان نادال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن باريس تأمل في إعادة فتح سفارتها بطرابلس فور توفر الظروف الأمنية، مشيرا إلى أن مقرها الحالي يوجد في تونس. المتحدث أضاف أن بيرجيت كورمي السفيرة الفرنسية في ليبيا تقوم بانتظام بمهامها، فيما أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها الخميس أن الرئيس ماكرون شدد على ضرورة استئناف الحوار بين الأطراف كافة لبناء ليبيا موحدة يسود فيها السلام بحسب وصفه. يشار إلى أن فرنسا كانت قد أغلقت سفارتها في ليبيا في يوليو 2014 وأجلت رعاياها بسبب تردي الوضع الأمني في ليبيا. ختام الموجز في أمان الله.